خلال آخر انتخابات شهدها نادي الزمالك في نوفمبر 2017 بمشاركة أكثر من 43 ألف عضو، خاض محمد أبو العيلة السباق على أحد مقاعد العضوية وحصل على 10591 صوتا، رغم أنه كان يخوض هذه التجربة لأول مرة، وهو أمر يعكس شعبيته الكبيرة بين الزملكاوية ويؤكد أن تاريخه المشرف كأحد نجوم الفريق على مدار أكثر من 10 سنوات وجد التقدير المناسب من أعضاء الجمعية العمومية. أبو العيلة لفت الأنظار بشدة على المستوى الدولي مبكراً عندما ساهم في تتويج منتخب الناشئين ببطولة إفريقيا تحت 17 عاماً في بوتسوانا عام 97 مع المدرب الراحل محمد علي، ثم واصل تألقه في كأس العالم في نفس العام وساهم في تأهل المنتخب لربع النهائي بفوز على تايلاند وتعادلين مع تشيلي وألمانيا قبل الخسارة أمام إسبانيا في دور الثمانية بهدف مقابل هدفين. بعدها ساهم في فوز منتخب الشباب ببرونزية الألعاب الفرنكوفونية عام 2001 في كندا، وذلك تحت قيادة شوقي غريب. هذا التألق الدولي كان طريق اللاعب الموهوب للفريق الأول في الزمالك مبكراً، حيث تم تصعيده منذ أواخر التسعينيات وظل حتى 2009، وكان ضمن جيل مدرسة الفن الذي حصد عدداً هائلاً من البطولات على المستوى المحلي والخارجي، وصلت إلى 14 لقباً. محلياً ساهم النجم الكبير في فوز الزمالك بالدوري 3 مرات مواسم 99-2000 و2002-2003 و2003-2004 وكأس مصر 3 مرات أيضاً أعوام 99-2002-2008 وكأس السوبر المحلي في أول نسختين عامي 2001 و2002. أما على المستوى الإفريقي فقد شارك اللاعب في فوز البلانكو بالكأس الأفرو آسيوية للمرة الثانية عام 97 وكأس الكؤوس الإفريقية لأول مرة عام 2000 مع الألماني أوتو فيستر، ودوري الأبطال للمرة الخامسة 2002 والسوبر الإفريقي للمرة الثالثة 2003 تحت قيادة البرازيلي كابرال. عربياً حقق أبو العيلة كأس البطولة العربية الموحدة بالقاهرة لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء في يوليو 2003 بعد الفوز على الكويت الكويتي تحت قيادة البرتغالي فنجادة، وأضاف بعدها بأيام كأس السوبر المصري السعودي على حساب اتحاد جدة. بعد المشوار الرائع مع الزمالك انتقل أبو العيلة لصفوف الإنتاج الحربي عام 2009 ولعب له موسماً واحداً وسجل في شباك الزمالك في الجولة 8 للدوري، ثم التحق بصفوف إنبي لمدة موسمين واعتزل في صفوفه عام 2012 بعد أن ساهم في الفوز بكأس مصر 2011 على حساب الزمالك وسجل مجدداً في شباكه بالجولة 3 للدوري موسم 2010-2011، كما أحرز كذلك هدفاً في شباك الأهلي بالجولة 25 في الموسم ذاته.